على قاعة مجلس الأعمال العراقي في العاصمة الأردنية عمان، وافتتح المعرض الشخصي الثالث للفنان العراقي جاسم محمد. ضم المعرض العديد من اللوحات التي جسدت الحرف العربي، والذي يعد من أكثر الأبجديات المعروفة قربا إلى الفن والجمال. المعرض بديت به يعني تقريبا تنوع بالأعمال، وهي حروف تجريدية بعض الأحيان، وبعض الأحيان أدخل بها القصائد الشعرية مثل الجواهري أو السياب أو مثل آيات قرآنية اللي تدخل في نفوس الناس. ممكن الناس يقول لك أنا ما يعني شوف العمل ما له مبهم، بس أنا أتعمد يعني أخلي مثل حروفية مبهمة، وحتى إذا دخلت نص أخليه مبهم ما يشوفه بسهولة يعني. واستخدام التقنية الحرف الغائر، الحرف الغائر إلى قيمة خصوصا لما يكون الحرف بخط الثلث. خط الثلث يعتبر يعني طبعا من أصعب الخطوط، والخطاطين القدامى لا يجوز الخطاط إلا إذا تمكن من الخط الثلث بالضبط والنسخ يعني. فلهيك هذا المعرض اليوم اللي استعمل به الفنان العراقي القدير جاسم محمد، استعمل الحرف العربي بطريقة فنية رائعة يعني. أنا أبارك العمل هذا الفني وأتمنى له التوفيق. بالنسبة للتجربة الفنان جاسم محمد، تجربة جميلة جدا، احنا حبيناها اول ما دخلنا، لان نجاح الفنان يبين من اول لوحة. طبعا دخولك انت للقاعة وللمعرض تحس انه مجموعة الوان تستفزك، انا استفزتني كفنانة واستفزت كثير من الحضور حتى على صعيد انه مو فنانين. يذكر ان الفنان جاسم محمد من مواليد العراق، مارس الرسم منذ العام 1985، ودرس الخط العربي على يد الأستاذ عباس البغدادي، وهو عضو نقابة الفنانين العراقيين وعضو المركز الثقافي العراقي. ومن أبرز الجهات التي اقتنت لوحات الفنان جاسم محمد المتحف الوطني السوري، والفنانة الأمريكية أنجلينا جولي، والعديد من السفارات الأجنبية. وعلى هامش المعرض أقامت الفنانة العراقية المغتربة والقادمة من الولايات المتحدة أمل الصندوق معرضا للرسم على الشمع، ضم العديد من الابتكارات الفنية وخصوصا رسم أشهر اللوحات العراقية على الشمع. طباعة على الشموع أستخدم بها الشمع طبعا الأساسي، وأستخدم المفرغ اللي ماكو بداخله يعني نقول محفور، وأطبع عليه الصورة، أختار الصورة المعينة. مثلا أنا اللي مستخدمة كلها لوحات فنية لتشكيلين عراقيين مشهورين. الحقيقة المعرض بشكل عام وليس حضور الفنان جاسم المبدع، هناك فنانة أخرى الفنانة أمال حضرت من شيكاغو البارح وجابت منتجاتها من الشمع والنقوشات على الشمع، تكنيك حديث جدا استعملته. من العاصمة الأردنية عمان، غسان عدنان، قناة الرشيد الفضائية.